بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث بعد 100 من سلسلة دروس كتاب اللباب شرح متن الكتاب للعلامة الشيخ عبد الغني الغنيم الميداني رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين آمين. وصلنا إلى قوله رحمه الله: والشجاج وهي ما يكون في الوجه والرأس من الجراحة، ما عدا ذلك لا يسمى شجة، إذا كان خارج الوجه والرأس لا يسمى شجة. قال: هي 10، وهي الحارصة بمهملات، وهي التي تحرس الجلد أي تخدشه، يعني تخدشه فقط ولا تخرج الدم، ولا تخرج الدم، هذه تسمى حارصة. قال: والدامعة بمهملات أيضا، وهي التي تظهر الدم كالدمع، كالدمع يعني كالدمع في العين، يظهر ولا يسيل، يظهر ولا يسيل على الخد. قال: وهي التي تظهر الدم كالدمع ولا تسيله، ولا يسيل، لا ينتقل الدم عن موضعه، هذه تسمى كذلك الدامعة. قال: والدامية وهي التي تسيل الدم، والباضعة وهي التي تبضع اللحم أي تقطعه من البضع وهو القطع والشق، تقطع اللحم. والمتلاحمة وهي التي تأخذ في اللحم، وهي التي تأخذ في اللحم يعني في الالتحام، تأخذ في اللحم يعني تشق اللحم، هذه الضربة تشق اللحم فقط دون أن يصل هذا الشق إلى العظم، ثم بعد ذلك تتلاحم هذه الشقة ويلتصق بعضها ببعض. نعم، هذا تسمى إيش؟ المتلاحمة. الشيخ الأزهري رحمه الله تعالى قال الوجه أن يقال اللاحمة، أن يقال اللاحمة وليست المتلاحمة، ولكن سموها المتلاحمة من باب التفاؤل، يعني اللاحمة يعني القاطعة، قال قاطعة للحم، اللاحمة القاطعة للحم، ولكن سموها متلاحمة على سبيل التفاؤل، هكذا قالوا. قال: والسمحاق وهي التي تصل السمحاق، تصل إلى السمحاق. والسمحاق قال: وهي جلدة رقيقة بين اللحم، بين لحم الرأس، أي نعم، هذا الجلد واللحم، وبين العظم، جلدة رقيقة. قال: والموضحة وهي التي توضح العظم أي تظهره، أي تقطع السمحاق أيضا. قال: والهاشمة وهي التي تهشم العظم من الهشم، وهو كسر الشيء، الهشم كسر الشيء الرخو. قال: والهاشمة وهي التي تهشم العظم أي تكسره. والمنقلة وهي التي تنقل العظم عن موضعه بعد كسره، يعني من شدة هذا الضرب. قال: والآمة وهي التي تصل إلى أم الدماغ، وهي الجلدة التي فيها الدماغ، يعني تخترق العظم، تخترق العظمة. قال: وبعدها الدامغة بغين معجمة، وهي التي تخرج الدماغ، ولم يذكرها محمد للموت بعدها عادة، فتكون قتلا لا شجاجا،
فعلم بالاستقراء بحسب الآثار أنها أن الشجاج لا تزيد على العشرة التي ذكرها الشيخ. قال: ففي الموضحة القصاص إن كانت الشجة عمدا، ففي الموضحة القصاص إن كانت الشجة عمدا، إنا لإمكان المماثلة فيها بالقطع، لإمكان المماثلة. قلت قال الموضحة هي التي توضح العظمة، تصل الضربة إلى أن قطعت اللحمة الجلد والعظمة واللحمة والسمحة، وصلت إلى العظم. قال يمكن المماثلة فيها بالقطع عن طريق السكين، عن طريق السكين، بحيث يصل هذا القطع إلى العظم فيتساويان، يتحقق يعني القصاص عن طريق المساواة، تحصل أن يعني يقوم القاضي بقياس هذه الشجة كم أخذت من الرأس، 1 سنتي، 2 سنتي، 3 سنتي، ويحدد على الرأس ويقوم بقطعها عن طريق السكين إلى أن يصل إلى الرأس. وفي ذلك حديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا قصاص فيما دون الموضحة من الجراحات، لا قصاص فيما دون الموضحة من الجراحات، يعني فقط القصاص بالموضحة، فقط القصاص في الموضحة. قال: ثم ما فوقها، يعني ما فوق الموضحة، وهي الهاشمة والمنقلة والآمة، هذه الثلاث. قال: ثم ما فوقها لا قصاص فيه بالإجماع، لا قصاص فيه بالإجماع، لأن أحبابنا التي ما فوق الموضحة علاقته بالعظم، الهاشمة تهشم العظم، المنقلة تنقل العظم، الآمة تكسر العظم وتصل إلى أم الدماغ، ولا قصاص في العظم بالاتفاق، لا قصاص في العظم بالاتفاق. إذا ثم ما فوقها لا قصاص فيه بالإجماع، لأنه متعلق بالعظم ولا قصاص بالعظم في الإجماع، بالإجماع. قال: لتعذر المماثلة. قال: وأما ما قبلها، وأما ما قبلها وهي الشيء الحارصة والدامعة والدامية والباضعة والمتلاحمة والسمحاق، وأما ما قبلها ففيه خلاف، هل هناك يحصل فيه قصاص أو لا يحصل فيه قصاص. روى الحسن عن أبي حنيفة: لا قصاص فيها، لتعذر المماثلة، لا يمكن أن يكون فيها مماثلة. وذكر محمد في الأصل، وهي ظاهر الرواية، أن فيه القصاص إلا في السمحاق، إلا في السمحاق، يعني هي الضربة التي تصل إلى السمحاق التي هي جلدة رقيقة بين العظم واللحم، فإنه لا قصاص فيه إجماعا لتعذر المماثلة، إذ لا يمكن أن ينشق حتى ينتهي إلى جلدة رقيقة فوق العظم، بخلاف ما قبلها لإمكانه بعمل حديدة بقدر ذلك وتنفذ في اللحم إلى آخرها فيستوفى منه كما في الجوهرة، ومثله في الهداية وشرح الإسبجابي. في الهداية ذكر نحو هذا الكلام، ولكنه لم يستثني السمحاق، لم يستثني السمحاق، يعني ما تعرض بأن السمحاق مستثنى من هذه الجراح التي ذكرها الإمام محمد. قال: ولا قصاص في بقية الشجاج، ولا قصاص في بقية الشجاج. قال: هذا بعمومه، يعني قوله ولا قصاص في بقية الشجاج يشمل ما قبل الموضحة وما بعدها، يشمل ما قبل الموضحة وما بعدها، يعني يشمل الشجاج التسعة، هذا معنى إيش بعمومه، هذا بعمومه، إنما هو رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله. وأما على ما ذكره محمد في الأصل
من هذا التفصيل يعني الإمام محمد أن لعلهم الذي ما قبل الموضحة يجري فيه القصاص إلا السمحاق، وأما على ما ذكره محمد في الأصل فمحمول يعني قوله لا قصاص في بقية الشجاج على ما فوق الموضحة، هذا الذي لا قصاص فيه فمحمول على ما فوق الموضحة يعني الهاشمة والآمة والمنقلة. ثم ما لا قصاص فيه، ما لا قصاص فيه يستوي فيه العمد والخطأ، ما لا قصاص فيه يستوي فيه العمد والخطأ. قال وما دون الموضحة من الستة السابقة، من الستة وما دون الموضحة من الستة السابقة الحادصة الدامعة الدامية الباضعة السمحاق، ففيه حكومة عدل، ففيه حكومة عدل لأنه لا يوجد فيها أرش مقدر، فإذا عدم الأرش المقدر ولا يصح أن تهدر، لا يوجد فيها أرش مقدر ولا يصح كذلك أن تهدر، فماذا نفعل؟ وجب اعتبارها بحكومة العدل. قال ففيه حكومة عدل، فحكومة عدل وهي الحكومة العدل كما قال الطحاوي أن يقوم مملوكا، أن يقوم هذا الحر الذي ضرب وشج رأسه، أن يقدر على أنه مملوك، أن يقدر على أنه مملوك. كم قيمته وهو سليم؟ قيمته وهو سليم 1000 درهم. طيب الآن ما هي قيمته وهو مع الجراحة؟ قيمته مع الجراحة 900. إذا ما الذي نقص من قيمته على تقدير أنه عبد؟ العشر. العشر فيجب إذن عشر الدية، فيجب إذن إيش؟ عشر الدية، يجب في هذا الجرح عشر الدية. نعم هكذا تكون حكومة العدل. قال أن يقوم الحر المشجوج إن صح التعبير مملوكا بغير هذا الأثر بدون هذه الشجة، ثم معه ثم يقوم مع هذه الشجة، فقدر التفاوت بين الثمنين يجب بحسابه من دية الحر، فإن كان نصف عشر الثمنين، نصف عشر الثمنين وجب نصف عشر الدية، فإن كان ربع العشر ربع عشر الدية، إن كان العشر عشر الدية إلى غير ذلك، وهكذا. وبه يفتى كما في الدر تبعا للوقاية والنقاية والملتقى والخانية وغيرها. قال ويجب في الموضحة إن كانت خطأ، ويجب في الموضحة إن كانت خطأ نصف عشر الدية، وذلك من الدراهم 500 درهم في الرجل و250 في المرأة، وهي على العاقلة، ولا تعقل العاقلة ما دونها، ما دون الموضحة لا تعقلها العاقلة كما يأتي. وفي الهاشمة عشر الدية، وفي المنقلة عشر ونصف عشر الدية، وفي الآمة ثلث الدية، وفي الجائفة وهي من الجراحة، الجائفة من الجراحة وليست من الشجاج، لا من الشجاج، وهي التي تصل إلى الجوف، تصل الجائفة تصل إلى الجوف. قال وفي الجائفة ثلث الدية أيضا لأنها بمنزلة الآمة، الآمة وصلت إلى أم الدماغ، إلى كذلك الجائفة. قال وكل ذلك ثبت بالحديث، يعني ليس فيه قياس إنما هو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام.
فإن نفذت الجائفة من مكان ضربه في بطنه فظهرت من ظهره، فنفذت من ظهره. قال فهي جائفتان، فهي جائفتان، ففيها ثلثا الدية، في كل جائفة ثلثها. نعم، لأن الجائفة أحبابنا الآن لما ضربه من هنا وظهرت من هنا، فتعتبر هذه الضربة التي من جهة البطن جائفة، والتي من جهة الظهر تعتبر كأنه ضربه من ظهره فدخلت إلى بطنه. فلذلك قال إيش؟ الجائفة إذا نفذت ففيها ثلثا الدية، فصار الجائفة التي نفذت إحداهما من جانب البطن والأخرى من جانب الظهر، وفي كل جائفة ثلث الدية، فهاتان جائفتان فتجب ثلثا الدية. كما قضى بذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه. قال ويجب في قطع أصابع اليد. أنا بعد إذن حضرتك. تفضل. ممكن تصور للجائفة يعني هي التي يعني تجعل تجوف كان الذي جرح أو لا؟ الجائفة مولانا هي طعنة دخلت للجوف هكذا. طعنه بسكين، طعنه بمسمار، طعنه بحديدة، دخلت إلى جوفه، بمجرد ما دخلت إلى جوفه صارت تسمى جائفة. قال ويجب في قطع أصابع اليد كلها، أسأل الله السلامة، نصف الدية، نصف الدية، لأن في كل أصبع عشر الدية، في كل أسبوع عشر الدية، فكان في خمسة أصابع، تحصل لدينا أن في خمسة أصابع نصف الدية. ولماذا وجبت نصف الدية بقطع الأصابع؟ لأنه ذكرنا سابقا أن الدية متعلقة إذا فات على المجني عليه منفعة كاملة أو منفعة البطش أو منفعة الجمال، منفعة الجمال، ففوت عليه هنا، لأن البطش يكون بالأصابع، البطش يكون بالأصابع، فلما قطع أصابعه كلها فوت على المجني عليه منفعة البطش باليد، فوجبت عليه نصف الدية كما مر. قال وكذا الحكم إن قطعها، قطع الأصابع يعني مع الكف، ففيها أي الأصابع مع الكف نصف الدية. قال لأن الكف تابع للأصابع، لأن البطش أحبابا يكون بالأصابع ولا يكون بالكف، بهذا المكان يكون بالأصابع، فلا تزيد الدية لو أنه قطع الكف مع الأصابع. قالوا إن قطعها أي الأصابع مع نصف الساعد، أدخل من الأساعد، قال ففي الكف نصف الدية، وفي الزيادة حكومة عدل، وفي الزيادة حكومة عدل. إنه لأن اليد أحبابنا، اليد هي آلة البطش، والبطش كما ذكرنا قبل قليل يتعلق فقط بالأصابع، أو يتعلق بالكف نعم والأصابع، البطش يتعلق بالكف والأصابع دون الذراع، دون لا علاقة للذراع بهذا البطش، فلا يعني فلا يجعل الذراع تبعا، فلا يجعل الذراع تبعا للكف في حق التضمين، فيكون تضمين الكف لوحده وتضمين الذراع ما قطع من الذراع بحسابه. قال ففي الكف نصف الدية، وفي الزيادة، قال وفي الزيادة حكومة عدل، يعني لا نقول نحن الآن لما قطع يده من هنا نقول هذا القسم الذي قطعه لا علاقة له بالبطش، حكمه حكم الكف، حكم الكف
نقول له لا انتبه، الكف تابع للأصابع، والبطش يكون بالكف والأصل الأصابع، فلا يصح في هنا انفصال، الذراع منفصل عن الكف، فلا يتبع فلا يلحق الكف في الضمان، بل يستقل بالضمان، يستقل بالضمان لانفصاله عن الكف، لانفصاله عن الكف، فلا يتبعه في الضمان، فيكون تحقيق الضمان فيه بحكومة عدل. قال جمال الإسلام: وهذا قول أبي حنيفة ومحمد، وهو أيضا رواية عن أبي يوسف، وهو أيضا رواية عن أبي يوسف. وعن أبي يوسف لا يجب فيه، رواية ثانية الآن وهي المعروفة المعهودة يعني الثابتة عن أبي يوسف، لا يجب فيها إلا أرش اليد، إلا أرش اليد، نعم، يعني لو قطع من الذراع صار أبو يوسف يرى، أبو يوسف يرى أن اليد، أن اليد من رؤوس الأصابع إلى إلى أعلى، إلى أعلى الكتف، إلى أعلى الكتف، والشارع إنما أوجب في اليد، أوجب في اليد دية أو نصف الدية، فلا يزاد على تقدير الشارع، فلا يزاد. فلما نقول في الكف مع الساعد يد وحكومة عدل، يرى أبو يوسف أننا بذلك نزيد على تقدير الشارع، هكذا يرى أبو يوسف. وعند أبو يوسف لا يجب فيها إلا أرش اليد، والصحيح قولهما، واعتمده المحبوبي والنسفي تصحيح. قال: ويجب في الأصبع الزائدة حكومة عدل، له ستة أصابع فقطع له الأصبع الزائدة، قال له في إيش؟ حكومة عدل، تشريفا للآدمي، هذا الأصبع الزائد جزء من الآدمي، لا يجوز أن يهدر وإن كان زائدا، لأنها جزء من يده، لكن لا منفعة فيها ولا زينة. فلما لم تكن لها منفعة ولا زينة ماذا فعلنا؟ لا يصح أن تهدر لأنها جزء من آدمي، فوجبت فيه حكومة عدل. وكذا السن الزائدة جوهر. قال: وكذا في عين الصبي، قلع عين صبي وذكره ولسانه إذا لم تعلم صحته، أي صحة ذلك العضو الذي قطع أو قلع، أي صحة ذلك بنظر في العين وحركة، متى نعرف أن هذه العين سليمة؟ أن تكون تتحرك أو ينظر فيها، تقدم يدك إلى عينيه فيفعل هكذا، يقوم بضم الجفنين، فنعلم أن العين الآن تعمل، أو حركة في الذكر، يتحرك ذكره، وكلام في اللسان، هذه دلائل على أن هذا العضو صالح، فإذا قطع أقلع على العين تجب الدية، كان عينا واحدا تجب نصف الدية، والذكر دية كاملة. أما إذا لم تعلم صحته ففيه حكومة عدل، إذا لم تعلم صحته ففيه حكومة عدل. قال: لأن منفعته غير معلومة، يعني المقصود من هذه الأعضاء العين والذكر واللسان المنفعة، فإذا لم تعلم صحة هذا العضو المقطوع لا يجب الأرش الكامل، الدية الكاملة بالشك هنا، والظاهر الآن هي قائمة الآن، الظاهر يعني قيامها الآن لا يصلح حجة لإلزام الدية الكاملة إلا إذا دل دليل على أنها صالحة ولم يوجد، فتجب حكومة العدل. قال: ومن شج رجلا موضحة فذهب بسببها عقله، بسبب الشجة الموضحة ذهب العقل. نعم. لا ممكن سؤال؟ تفضل. هل الصبي يعني هل يحدد في عمر؟ هو لماذا قال الصبي مولانا؟ لأن الصبي ما يحصل عنده انتشار، فإذا كان يحصل عنده انتشار فيعني هذا الذكر صالح، والذي يبدأ بالانتشار بالنسبة
للصبي. هل هناك صبيان؟ هناك صبيان يكون عمره شهر يحصل عنده انتصاب، هذا الانتصاب سببه احتقان البول، سببه احتقان البول. تجد حتى الكبار كبير الإنسان يستيقظ من النوم فيكون عنده انتشار بسبب أن البول ممتلئ في المثاني. فالصغير هنا يستدل بهذه الحركة على أن ذكره، على أن آلته صحيحة. فلا ما في تحديد سن معين، لا يوم ولا اثنين ولا شهر ولا. واضح شيخنا؟ وهذا تعرفه الأم، تعرفه الأم، الأم يظهر لها ذلك. قال: من شج رجلا موضحة فذهب بسببها عقله أو شعر رأسه بسبب هذه الشجة، كل الشعر، فلم ينبت، دخل أرش الموضحة في الدية. فإذا ذهب شعره تجب دية كاملة، ذهب عقله تجب دية كاملة. قال: فيدخل أرش الشجة في دية العقل، ويدخل أرش الشجة في دية الشعر، لدخول الجزء في الكل، كمن قطع أصبعا فشلت اليد، قطع أصبع إنسان فشلت يده، فيجب دية اليد كاملة، يجب دية اليد كاملة ولا تجب دية الأصبع. فدخل الجزء في الكل، دخل الجزء في الكل. قيدنا بالكل، يعني قال: أو شعر رأسه كله، كل الشعر قيدنا بالكل، لأنه إذا تناثر بعضه، بعض شعر الرأس، ينظر إلى أرش الموضحة وإلى الحكومة في الشعر. إذا ما سقط الشعر كله، وإنما سقط بعض شعر الرأس، بعض شعر الرأس، فأول شيء نفعل حكومة عدل في هذا الشعر الذي سقط ولم ينبت، سقط. وما هو أرش الموضحة؟ فإذا قد فيكون بينهما تفاوت. قال: فإن كانا سواء يجب أرش الموضحة، وإن كان أحدهما أكثر من الآخر دخل الأقل في الأكثر كما في الجوهر. يعني لا يدفع الجاني للمجني عليه أرش جنايتين. قال: وإن ذهب بسببها، بسبب هذه الشجة، سمعه أو بصره أو كلامه، قال: فعليه أرش الموضحة مع الدية، أرش الموضحة مع الدية، ولا يدخل فيها، لا يدخل أرش الموضحة في الدية. يعني هنا ما في عندنا جزء وكل، لأن الشجة شيء والمنفعة البصر شيء آخر ومنفعة الكلام شيء آخر. قال: لأنها كأعضاء مختلفة فلا يدخل بعضها في بعض. نعم، فهذه أعضاء كانت أعضاء مختلفة. نعم، لأن كلا من هذه السمع والبصر والكلام، نعم، كل منها جناية معتبرة فيما دون النفس، وكذلك العين منفعتها خاصة فيها، واللسان منفعته خاصة به، والسمع منفعته خاصة به، فهذه أعضاء مختلفة وإن كانت موجودة في الرأس. قال: لأنها كأعضاء مختلفة، يعني أشبهت أعضاء مختلفة، أشبهت أعضاء مختلفة. قال: بخلاف العقل، يعني العقل ليس كذلك، لما ضربه على رأسه فشجه فذهب عقله، قلنا تدخل دية الشجة بدية العقل. قال: بخلاف العقل، فالعقل ليس كعضو مختلف عن الشجة. قال: لعود نفعه للكل، يعني لأن منفعة العقل عائدة على السمع والبصر والكلام
وحركه وسائل الحركات فصار العقل بمثابه الروح نعم. فيدخل أرش الشجة في لو أنه ضربه على رأسه فقتله، هل نقول له تدفع أرش الشجة وذية القتل؟ لا. فكذلك هنا لما أذهب عقله دخلت الشجة في دية العقل، لأن العقل كالروح، فزوال العقل كزوال الروح. فالآن لو زالت روحه تجب فقط الدية دون أرش الشجة، وكذلك في زوال العقل. هذا معنى قوله لعود نفعه للكل، فصار العقل بمنزلة الروح. قال: من قطع أصبع رجل فشلت أخرى إلى جانبها، فشلت أخرى أصبع آخر شلت في الجانب الآخر، ففيهما ففي الأصبعين الأرش، ففي الأصبعين الأرش. نعم. قال: ولا قصاص فيه عند أبي حنيفة. وعندهما عليه القصاص في الأولى، يعني في الأصبع الأولى التي قطعها، والأرش في الأخرى في الأصبع التي شلت. قال الإسبجابي: والصحيح قول سيد أبي حنيفة رحمه الله، وعليه مشى البرهاني والنسفي وغيروهما، تصحيح. قال: من قلع سن رجل فنبتت مكانها أخرى سقط الأرش، لأن حقه قد انجبر بعود المنفعة والزينة، ومن شج رجلا فالتحمت الجراحة ولم يبق لها أثر، لم يبق للجراحة أثر، ونبت الشعر كعادته سقط الأرش عند أبي حنيفة رحمه الله، لزوال الشين الموجب له، الموجب للأرش، لزوال الشين الموجب للأرش، ولم يبقى سوى مجرد الألم، وهو أي الألم لا يوجب الأرش، لأن الأرش أحبابنا هو عوض، والأعواض لا توجب إلا بعقود صحيحة، وهنا ما حصل عندنا عقد فلا يجب فيه شيء. وقال أبو يوسف: عليه أرش الألم. نعم. أن إذا نبت شعره بعد دفع الأرش مثلا يرجع بعد سنوات وإن كانت يسترد أرشه الذي دفعه. وذكرنا سابقا نحن أن الأرش والدية كل ذلك لا يدفع مباشرة، ذكرنا سابقا أنه ينتظر القاضي فترة يعرفها الأطباء، يقول الطبيب بأن هذا الجرح يحتاج لأن يلتئم مثلا شهرين أو ثلاثة أو ستة أشهر فيمهله، وبعد ذلك بعد انقضاء هذه المدة ما حصل البرء أو برئ أو ترك أثرا أو ما نبت الشعر عندها يأخذ الأرش. فالقضاء ليس مباشرة، ومر معنا أنه لو مات المجني عليه قبل أن يدفع الجاني الأرش سقط الأرش، هذا مر معنا أيضا. جزاكم خير مولانا، الله يرضى عليك. وقال أبو يوسف: عليه أرش الألم، وهي حكومة عدل، نعم. لأن الشين إن زال الشين الموجب للأرش، العيب الموجب للأرش إن زال هذا العيب، ولكن الألم الحاصل ما زال، فلا بد من تقويمه، نعم. يعني أنا الفقير لو كنت من أهل الترجيح
أرجحت قول أبي يوسف في هذه المسألة، أن هذا الإنسان الذي شج على رأسه حصل على سيف، لديه ألم شديد وخوف وزعر، فبعد ذلك يعني وهذا الضارب يعني لا يجب عليه شيء، ولكن لابد أن يكون، لابد أن يعزر، لابد من التعزير، لابد من التعزير هذا الضارب، وإلا إذا لم يعزر، إذا لم يعزر يفتح باب من الفساد كبير يفتح. يعني أنا شاهدت أناسا، أنا كنت صغيرا شاهدت رجلا في عندنا شيء اسمه بسموه يعني البلطجية عندنا في الشام، إذا وجدوا يسمى شنتياني، هو عبارة عن سلاح يحمله الزعار، حديدة هكذا طويلة ولينة، يقومون بلفها على جسمهم ولها حد من الطرفين، يعني كيفما ضرب بها تقطع وتقتل. فأذكر مرة رجل ضرب بها شخصا عدة ضربات ولم يخدشه خدشا واحدا، ولكن قطع له ثيابه حتى صار عاريا، ضربه ضربات فيها قطعت ثيابه فقط فنزلت فصار عاريا، فصار أضحوكة بين الناس. فهذه في عند ناس عندهم مهارات، فقد يضرب فيخدش فقط، يخدش فإذا أسقطنا التعزير يعني يفتح باب للفساد ضخم جدا، فيعزر هذا الذي يفعل هذه الأمور، ولكن لا يجب شيء من المال. وقال أبو يوسف عليه أرش الألم، وهي حكومة عدل هداية. وقال محمد عليه أجرة الطبيب وثمن الدواء، لأنه إنما لزمه ذلك، يعني هذا المجني عليه لزمته أجرة الطبيب والدواء من فعل هذا الجاني، فصار كأن هذا الجاني أخذ من مال المجني عليه، لابد أن يعوض. قال وفي الدر عن شرح الطحاوي، فسر قول أبي يوسف أرش الألم بأجرة الطبيب وثمن الدواء، فعليه لا، بناء على هذا التفسير لا خلاف بينهما. وفي التصحيح وعلى قول الإمام اعتمد الأئمة المحبوبي والنسفي وغيرهما، لكن قال في العيون لا يجب عليه شيء قياسا، وقال يستحسن أن تجب عليه حكومة عدل مثل أجرة الطبيب وثمن الدواء، وهكذا كل جراحة برئت زجرا للسفيه وجبرا للضرر. ثم قال ومن جرح رجلا جراحة لم يقتص منه حالا حتى يبرأ. أيوة هذا الكلام ما قرأناه بعد، أنا ظننت أننا قرأناه، سبحان الله ظننت أننا قرأناه. طيب نقف هنا والحمد لله. مر معنا سابقا بالمعنى. نعم يعني هكذا أذكر. نعم. سبحان الله. تمام. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة. بسم الله.